وبعدين في شغلة يعني أحب أقولها، يعني هل في كويتي لليوم هذا ما عنده بطاقة مدنية صار له 6 شهور؟ أنا وحدة بطاقتي منتهية من 6 شهور بسبب السكن. راعي البيت اللي أنا ساكنة عنده مو راضي يعطيني وثيقة بيت، يقول لي أنا ما أعطي، الريال صاحب البيت مسافر، يعني أنا واقف حالي والبنك يبي مني بطاقة مدنية بتاريخ جديد، والله الحين أصور البطاقة ووريكم إياها منتهية من 6 شهور، ولما أروح البطاقة المدنية يقول لي صاحب البيت خلي يعطيك وثيقة. زين أنا ما أملك بيت، هذا مو بيتي، يعني إحنا الحد وصلنا لوين يعني الكويتيات؟ وين حقنا؟ أنا أناشد الأمير بالكلام هذا صراحة، يعني إحنا الأمير أمير إنسانية، يعني لازم يفكر بنات شعبه، إحنا البنات إحنا بناته، إحنا بنات الأمير، لازم يفكر فينا لنا حقوق. حرام يعني أنا كويتية ومتبهذلة، يعني حتى أقول يعني بطاقة مدنية ماني قادرة أطلعها والله العظيم، يعني الحين أصور لهم البطاقة ومستعدة أجيب كل البيانات اللي يبونها، يعني أنا أبي بس حقوقي وأبي القضية الإسكانية، يعني ما يصير كل يوم تقولون مطلع حاطين لكم بيوت المطلقات والصليبيخات، وذاك اليوم سووا قرعة ورحت للصليبيخات طلعت حق الشباب الكويتيين وبس، الكويتيات ما لهم شيء. أنا فجر السعيد راحت معي أنا وياها الأسكان، وهي بنفسها دخلت معي وشافت بعينها كل شيء وقالت لهم أنتم ما قاعد تعطون الحرمة هذه بيت، يعني يعطون اللي يعرفونه، يعني واسطات ومعارف. بس هذا اللي بقوله.